بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلما وكل بات إقصاب سنة قضية الحكم على الناس كفرا وإسلاما. مسألة دي أهيد ضدك حكم كلاسين يلا صاروا إسلام نمائي وكفر يبا شلي بينه فديهم فديه كوري بينه قيبة صومري مهمدون وحي أهيد فديه هرق خلاص ديس أم هدديس وحي أهيد نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام ضدك قال هذا هاي الله صوت دري إنه دينك قارسيو مو سنكلا قادة شيرين قاب سو جليد الدين كإسلامك هي طريقة يكسو جليا هي وضد يكسو جليا مو سنكلا ساري شيرين إسلام كانوا حلقو سو جلا النطق بالشهادتين وما في معناهما لبدا شهادتين كل لي ماده الشهادة لله بالتوحيد هي الشهادة لمحمد بالرسالة أي الغصو قلا يوحي لمعناه أيضا لك لقاذ إن ينقفكم كتابي با مسوا وثني مسوا مجونسي أن لك لقاذ هاو شاسا إن مركا سوا مرأي أحاديثي يا آيات القرآن كبابك كيمت وحوينك إشار ما أنت وحي كدن بي قضية داس كدن من بينه طول مرينا إن شاء الله تعالى وحين لنا هاي نبي قحال صدر عليه الصلاة والسلام أيضا أدونك أي كتيران شن ديموت شن ديمود باكا جري وكي ابن عباس أولن جري الأديان واستة ديمه هو اللح واحد للرحمن وخمسة للشيطان هل إلهي بايسكالي سبحانه وتعالى شن شيطان بايسكالي آية الفصل وسورة الحج بان هوشا لغوشي واتقرن إيسان هوشا يدا إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا لحد بوال الشيء إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد آية الفصل بالو يقنا لحد دي مضل الشيء ومشركين تأتقانين يا مجوستي يا يهودي النصارى يا صابئ وقيب حنفاءنا لها أنبطنا مشركين قالوا أبطنا شنطا سمركا صابئة قيب تضمن حريفة نصارى يهود ديمه ذا مجوز مشركي العرب يوحي لها المال كلي وأديان للشيطان واحد للرحمن ودين التوحيد الحنيفية دين تسوي مركا شنتا ديمه ذا دونك واقع كتشري مكا نبي قال الله صدرين وحق أعدي مؤسا كالقادم ويخولا صدي مهردو قابك الدين كسو قل هاي كتابه أنطق بشهادتين بالا قربا مجوسي سيدو كلا مشرك عربي سيدو كلا صابئة سيدو كلا يعني التفصيل كي يكالا قايد اللي دهدو ننك يهودي قساس ودينك كسو قليا نصران قو سيدا انتضا مجوسي قو قاب كان كمحو أهاي نصران قا سيدا وهو الخلدان يتفصيل عن صحابي النبي محمد منه أغين ويقول ده الدنبو اجتهادو حنفي اللي دهد أي اللي ماتي waxay ku dhiseen marka nimankaas bidcadoodu maxay ku saleysan tahay aan ka digaynay in soo tilmaane fadhigankii ka horeeyay waxay yiraahdeen wixii mushrik carbeed ah ama la halmaalay wasani ah diinka wuxuu ku soo galaya anutq bishaatay shaatu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah ibu diinka ku soo galaya haduu laakin kitaabi yahay sida yahuuda iyo nasaaradu kala duu yahay أن نطق بالشهادتين دين تسلاك كمسوا قليه كمانا في اللو ومحالك الربا صدح شيء وكالك الربا وإنه قرو محمد حقي هاي وحو لي منه حقي هاي حقا وكبر النقضه من كل دين يخالف دين الإسلام أو من كل ملة سوى الإسلام صدح عشر دوين وقلت رأيين أن نطق بالشهادتين مركو لا إله إلا الله محمد رسول الله يدهده وإنه يدهده وأقر أن كل ما جاء به محمد حق وأن محمد حق وأن محمدا حق وإنه يداده وأقر بحقية كل ما جاء به وأتبرأ من كل ملة سوى الإسلام صدح ذا وإنه قدره إيا نطقي أفرتاشر دبا لقرب إلهي ومرك تفصيل كاسي وتفصيل كيمت في معنى الشهادتين وحكى بحسن شهادتين ما إسن شردين عائلي انتبه وحاكي انسان يا الشهادتان مفهوم لا اله الا الله اما اشهد ان لا اله الا الله وان محمد الرسول الله افرطا وضعته ايضا متضمنه
تفصيل بمرك الجلية تفصيل كاسي وتفصيل بدعه نبي محمد موجن عليه الصلاة والسلام صحابنا موجن يقول الفديسي صدرت أحمد بن حنبل مكو قضية ذاكها لوحيري ودغل دغل 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 القلب في الإسلام ويبور هوش أيضا وفساد في القلب وإسلام كل حيمد وحيول كل من نظر في رأي أبي حنيفة إلا ذهب إليه دغل القلب دغل كون أصل كيس وفساد قد يدسون كهلا يدل أدل الشدين على تفسيرك باطلية لكن وإذا أدك ولا صاحب دي اعتبارية خلافك أبي حنيفة ما شاء أبي حنيفة ما قد سمرك نقاو شفافاي وقت يكون بعيي ومحمد حسن الشيباني يرد كدم به هذا هو مذهب الحنفي أصحاب الرأي مرجاة الفقان منك لو يقان منك صورك الليمن لبا شيء بكل سين لبضا شيء كل سين مرك قاعدة أو تقانين قاعدة البدع يسوق لي تفصيل كم حاكينا وحيل هذين أهل كتاب حلق النبي محمد جري عليه الصلاة والسلام نبي قوي الدفيري جرين وإنكري جرين في صلاة وميسان أقلي كو لكن ما أنت جوغ عراق يكو في ذلك كنول نبي محمد الرسالة أقر هيان وأقليهين لكن وحيليهين نبي قوح الله صدر عربي عجم لو مصدر أهل كتاب يهودي النصارى مرها ديسا إن كرسين رسالة نبي محمد وإن تفصيلية مرك الدين كسوق ليان أويل آذان وحنقل نبي محمد وحقي هاي وحول لي من حقي هاي وحنقل بريكنا ونسكت كورينا دين كستا وكسور جيدة أما الدين كستون إسلام كأهي مركز الله بصنايا إن أي اعتقاد كذي فاسد كطوبت كينا وإسلام كأسوق لي مهم الدوام حي يهودي النصراني هو دين تمان تكسو قلي مهاي وحي كسو قلي جري حلقي نبي محمد يا صحابة وركاسي نبي كل أي مادة مركة المقتضي للتفصيل وعن لنا وحوها كان قائما في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ويهود بدن النصارى فرب بدن سيدة كتب السيرة والمغازي كتب السنن والصحاح قتمت خاصة في صحيح مسلم ويقر سنة الرسول كن الرسولية هو حقي هاي بركود وحورن جرين أمين تا الله صدري عرب الله صدري بركود وحورن جرين والرسول لكن مد إسرائيل أنسوغينا رسول إسرائيل والنبي دا الله بلنقاضي ينسوغينا ورك أمرك كتابين تحلق النبي محمد رسولك وإنكري جن رسالة دي سمانا أن آمن سين الرسول هاي ورش رماها وأباطيل أيه واللي مادين حنفيه مانعنا مجر للتفصيل المقتضي للتفصيل كان قائما في عهده عليه الصلاة والسلام وعهد الخلفاء الراشدين مانعنا بقوله تفصيله كالقاضو مشركي العرب إيه وثنيين تا إيه كتابين تا وكالقاضان مجر المقتضي للتفصيل له وجر في عهد الرسول والخلفاء إذن شيء سداء إيه وحكينا إيه لقق اللي اكتيو حلق صوبنا جري عليه الصلاة والسلام وحمانع أدي ذا نبي قوله وح تفصيله وسنجر محلو يقانا وبدع قاعدة البدعة فعله هو بدعة وتركه سنة بابك أتقانيوي هوش أمرك ووحي أيه ولي مادين صادرت شوصة من تيم وحولي هذا مكو بابك نوكالك الله من أطلق للناس ما لم يطلقه لهم الرسول مع وجود المقتضي للإطلاق فقد جاء بشريعة ثانية ولم يكن متبع للرسول فلينظر امرؤ أين يضع قدمه سداس إلى هذا مرك التفريق بين الكتابي والوثني في طريق الدخول في الإسلام وبدعوي أنجر حلق النبي محمد عليه الصلاة والسلام وعاد الخلفاء الراشدين احتمال كون قائم بها مانعنا مجر صادرت مركو مسألة كهالله مسألة لمدى الشافعي خاصة توبة زنديق مركو كهالله هي منافقين تأيو هي إن عقود لا تحقل قصود ينيات كحورن جري فمن حكم للناس بخلاف ما ظهر عليهم استدلالا على أن ما أظهروا يحتمل غير ما أظهروا بدلالة منهم أو غير الدلالة لم يسلم عندي من خلاف التنزيل والسنة أمك صدق إلى هذا إنك استوقع إذا إمامك وشبين دون كهل دونه وخلاف دون مالها قاركوت وأنا قاعدة أسألة على يتعال وحيسكد ينحنفي إن أي كردقان النطق بالشهادتين مظنة مظنة وكباب الأصول لما رأى أيوه وإن لك لقاض حقائق ذا أما وحي ما إن ذا اللي ننشره إيا أماراتك يا مظنات لك لقاض وحي كردقين
shaygu uu nabigu xaqiiqo ka dhigay oo u cadeeyay in halka dariiq diinka islaamka lagu soo galayo oo nin walba la yimaado nabigu uu xukumaayo islaam xukumi oo dhaahir ah uu xukumaayo wa xisaab maca allah qulubtuna rabbi u deynayay waxay ka dhigeen wa amaro haqiqa ma anutq bishahadatayn maaha haqiqatu islaam fi dunya ما أهم إنة الإسلام في الدنيا إيوا محي ومضنة وشيء لغم على إستو أو إسبدل كرا حسان باكو إسلامي كرا محمد نقوم إسلامي كرا عبد الله با إسلام النقون إيسا قيدنا النقون إيسا جامع إسلام النقون كرتا حسان نقوم النقون كرتو يعني وحي إسبدل إيا باختلاف الأحوال والأشخاص والأزمنة والأمكنة بيكرد إيه مضنات كان وحلقو يقان نبي قنو حكرد إيه النطق بالشهادتين وما في معناهما إنو يهي في الدنيا ما كلا مري حقيقة ما إن رب الدين كسلان قال لغو سو قولو ما كباب الدنيا لجوغ آخرين ودن بيس هاو شامركو يكو خلط دمين محايا لوحيا وحياوها مدنات كلا قدقو في العلم وعلال كي حكم كي يمش يا لقدقا أما شيء محكوم فيه أفعال الناس ضدكو وحي لا إيمان أيان مدنات شغل بكم الله وحا مدنات كلا قدقو إيه وحكم كأي علالك لا تنضبط أما خفية تاسا لغال لحدا حقائق ذا أولو لحدا مذيناتك للضبط والتيسير لكن شيء محكوم فيه أفعال المكلفين حكم كحوها أفرق نبولها حاكم الله إيه حكم كي الشيء اللي في الهيئة اللي سمين هي إيه فعل المكلف ومحكوم فيه لو يقال وحي آدمه سمين أيان أفعالك وذي أقواش وذا إيو محكوم عليه ومكلف كا أركان تاسو حكم كلها محكوم فيه أو تدكو وحي كوها الليان أما أي فلي السمين أي شرع المكي حكومة يسو مذنات بل مقلي إلا أن يكون من باب سد الذرائع وصول كسيدة ساكو يمن مركو ويخل دبين تدكو وحي الله إيمان أيان النطق بشهاتين ومحكوم فيه ما أها إلا الإيو هي حكم ما أها شغل بكم الله مركو مذنين لقدقو وخلاف الأصول با سيدي سبا فنقي الشيقان هيرون بيكتون تيمر كوا قلب للشريعة المهم دلالة المقال حقيقة شرعي نبي وكردق عليه الصلاة والسلام ويرد آدم هيكون واقيان يعني نطق بشهادتين حقيقة علمية ودين كإسلام كله بصوا قلوا نبي وكردق في الدنيا ما ذنن ما أما رئيس بدلي سنة ما وحكم كلية وقاعدة كلية مضطردة من بعثة محمد إلى قيام الساعة لقصوا قليه دين كإسلامك وحس بدلي رماءها شريعة إسلامك وحاكمتها خصائص تيذا الضبط والتحديد إن شيء باهي كرورنا لأروريه لضبره لسيتيه وضير لوجهه ونبدح يمدك لغمرين ومن خصائص الشريعة الإسلامية هدي مرك مالك النبي محمد عليه الصلاة والسلام تشوي خلفاء ديسي وحي دينك اللي قوسو قال ما انت اللي قوسو قالينين برنا ويس بدلي كرتا طبعا سنه كنت وحالي واحد دينك ما اللي قوسو قال جري 2012 اللي قوسو قال مايو ما انت اسبدل باجره شريعه دي فريسان مايسو طريق الدخول في الاسلام هو طريق مضطرب هو شان بري بي كتا الشريعه الاسلاميه وانا هولها وحي كسوره غشا وحيابه ادم ودجستيني حكم رب العالمين وشرعة محمد عليه الصلاة والسلام هو شاسورة قال كما قضوا كان لبادن رعينا وحاوي حتى هدان اعتبارنا إن مظنة تيسيئي وقبان كل مظنة لو ليس ليس بمعتبر عند أهل الإسلام مظنة كستا يوحك استو شيء لقم لا يستو الله أنا أما لقى أنا يستو الله فيلو معتبر ما وحا معتبرة مظنات كشرع اعتبارية تحقلي أو كردقي مناط لأنه جعلوا شيء مظنة وحكم شرعية إن شيء ما ضدنا لقده هو حكم شرعي حكم شرعي الله إسكاله دليل شرعي أباه هي التفريق بين الكتابي والوثني في طريق الدخول هذا دليل لقده دليل لمجر وحن دليل لهنا وامح اعتباره ورأي مجرد وشرعي هذا كهر يمد قضية ده مركة أنا برارو جنوة مسألة مهمة مد اللبات أي بريين أصل وحاجر قاعدة وحاجر تأمر كذا شيء أصل كارده يسو أصل كاسو اللوح كون تما يلوه كلا بحي مرجعيا نقوني وحا شرط يا أصل كدليل كاللغوصو إنو دليل قطعية الأصول لا تثبت بالأدلة الذنية إجماعا أصوش التفسيري أما النصوص القرآن كاللغو فصيري أما حديث اللغو فصيري أما أحكام تشرعي كاللغا قضاني كمسادر
أو كأصول يحتكم إليها تفسيرا أو تأويلا وإن دليل ذني اللغوصه عفوا دليل قطع عن ربه وإن اللغوصه دليل ذني اللغوصه كره محايا لي أدل ذن هدو معا يا إيمان إيسا أصدقنا هدو ذني هاي حين قونا يذنيان متعارضان إذن والغور إليه وإن أصدقوا يقاطع لوحك أنتما وحكا لتفسيلية مركا أيه هذا أصل بيديجين التفريق بين المشركين والوثنيين وبين أهل الكتاب في طريق الدخول في الإسلام آيات كستوس انتي وأوليا لهذا الأصل كان يسمينه أوليا حديث كستوس مين وأولي لهذا الأصل فعل كصحابة يرقن خلفاء وأوليا لهذا الأصل أصل كان أي دجين التفريق بين الكتابي والوثني في طريق الدخول وحال قرب من الغزو دليل قطعة قطع إسكدة إذن الله ما هي إذا مكحون نقضي وركا سوار شرعة ورن بدو مني قضية داس مركا وإن القبر مهم جدا وغاتان طريق الوسو قولي إسلام كونو هي طريق واحدة وإن اسبدلين من بعثة محمد عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة هالطريقة شرعة روحة إبريكتها وذا دها خلد مركوضنا خلاف كي لي ماذا خلاف معتبرا معها أحمد إنه اعتبار وين وكس حي هاي محير وخلاف مخالفة للنص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة مرة ضي سدى النقطة والله طورية وذا ده اعتباري وين خلدمين حتى هدان خلاف كذا وحكسو قادنه قطعية مسألة إن مسألة قطع قطعية محصومة وحكى بدل ما لأن خلاف الجاهل للسنة لا يؤثر في نفس الحكم اللي هذا في الأصول نك السنة الجرم وعي أقول دردي زم صام يسوع حكم كحكة ما بدش أصدقها اللعذر داره لكن نفس القضية نفس الحكم وحكى بدل ما هي سيدي سوء هانية صادرت مخالفة القطعيات أو الضروريات لا يصيرها ذنية بين قليها أيق عقائد كهلا أما أصوليون الجاهل بالسنة لا يؤثر في نفس الحكم أيه كعبران سيدنا ما نقول تأديك الجهل هذه أقون درد هذا كتاب قاعد فهمه إذا أما سنة قاعد قرنه إذا أما إجماع السلف الأمة وكاقر صومي وحبك بدل ما هي قضية الإسكوهية لكن أذوق أقون درد هذا والوعد ذلك في بعض الأبواب وركينا نسلف عنه إلى التا صدر شخص لا محول لكم قضيتك وكون المسألة مختلفا فيها وكون المسألة مختلفا فيها لا يمنع أن يكون دليلها يقينيا ويكون من خالفه لم يبلغه أو لم يفهمه أو ذهل عنه حول مسألة إن لسكو خلافه معناه ما هذا دليل كده أنه سنهين يقيني دليل كده يقين وقطع وخلافك إيمان كرا وخلافك محاكيني وذات كان خلاف سن بان دليلك بسوق قارين وركب هينين وسوق قاري وفهم واي أما هو فهم وون سوق قاري مركب وفطوني بكيل الضوفي بن آدم باطاي ابن وزير اليمان السوحر والمعلوم لا يكون ظنيا لجهل الجاهلين به شيء معلوم كضروري قا إن أذو قرن ويد يسكون قن قن ماي ظني أنا بكو خلاف سنة أذيك هو تعالى أنا قابكو خلاف سنة سيد صاودي كرتا عامة وركي ذوي والمعلوم لا يكون ظنيا لجهل الجاهلين به حسن أحمد الجالي يمر السوحر الخلاف في القطعي لا يصيره ظنيا إن شيء قطعي قال له خلاف ظني ومسألة مهمة قضية داس مركو حتى مراجعين كرتان بيان الدليل على بطانة التحليل شاو الإسلام سوى هذا الكيس وحكو جرى صف هذا صدح بقول لحنا يا أفر هذلك من وزيرنا إثار الحق على الخلق المجلد كلبات صف هذا الشنبقلات هذلك جلال حسن من أحمد الجلال وحكو جرى ضوء النهار المشرق على صفحات الأزار مجلد كلبات لابد بقول سلاشين لح قضية داس مركو وإني مهم نقطي محصوم النقط وحانوش وكاني قوليها ما أنت دوني خوارج العصر أو نقان دوني إن روحي مسلم كاي إسلام كموجستي شهاتين كاللوه أركي أمام موجست قال لما أن لغوه وقاي إني مران قريان إسلام نمديسي خلاف كمحي عسقضان ويكو عران حنفي ذا وحي كلي إن الناطق بالشهادتين مجمع ماها إن لو حكمه إسلام والله حكمه كامركي بوقي يقيق فران كدبنا شعوبتين التكفيريان بيوصين سنة وصدور كهية مركوانا تكوغا توجد هذا خلاف كمحوية وسيس هو خلاف
لا يعتبر أصل وأنا خلاف بدعية. ثانيا وخلاف كصابسا في التفصيل في الشهادتين أسوي حول ربا وحان لقيه لين بإظهار الدين يا هولا كل شرطيسا وحان في شغل قولاين حان فيه وحان تفصيليين كليا معانيه شهادتينك ويقدرين أن ورسيك قد بأطري نو تفصيلي نو صرف جملة دي لا إله إلا الله محمد رسول الله نو صرفه وحاطر هذا وحان قرأ يا محمد وحقي هاي وأن كل ما جاء به حق وأتبرأ من كل دين سوى الإسلام أنت الراعي أنت شهادتينك بوتي تفصيل كقول لي جزمرك وين المران كان كأن تاد عن قوس وشيء أتر هو تفصيل بدعة وشريعة جديدة نك اللي من هدوء بد بادو لقوم راعي كرو الصق هدوء تبديع التكفير كبد بادو ما أهم محل قدو وأنه مدر اللي يجد يقول لقف محيرة وشريعة جديدة أنصر لهاي طريقة النبي وعد عليه الصلاة والسلام أن يوصل المام الخلفاء الراشدين كرناق من سيدنا أبو بكر الصديق حلي جيسي مرك يدكو وأشهد ذي قبط المسلمين تقال ذي مرتدين تصبحين وطهل كان بمرني مشركي العرب وحي كو إسلاميين أما إسلام اللي وحي حكومهي يوم مرتدين تنا كو إسلاميني خالم وليدي مركو دري غزاد دي رقم مجاهدين تحو أرنجر التولوين ريباني حاني بدور فريستا ميشد أذان كم مقشان كل لحظة كي أشهد فرها كقادة يام بيكسنا عدة أدكو أغاتن سيقون أهانيت إني أمن سنين مسلمة الكذاب يعيدن كيس بس صلاة اعتبارين ايو شهاتين اعتبارين ايو آذان اعتبارين وحو البن محمد كفار قريش وإسلام وغو حكومي بو مرتدي العرب قبائل كوذي يميله الدقنايين ايو طوائف وغو حكومي وحو قوني وطبيكسن ايو ويبراء وشردين جرين نك ايو آذان انسو قوني اه حقنا صغو لا إله إلا حد الرسول انو آمن سنيا هاي مسلمة انو النبي والرسول يا كاسي كوكس بجرين وكبر النقضه دين تم مسلمه سيداب انه هذا نينك شهادان اي قال لما انه كوكنا محلينا شهاده حكم الجيران كتوبت كان قال لماذا سيدا طريقه لا سيدنا ابو بكر سيد السعودي احنا كمان بدلين شاو اسلام من تيمين وحول مرق قضيه ذاك هلايه وتلمامي فان الصلاه والزكاه من حق اي حق لا اله الا الله كما قال الصديق لعمر ووافقه عمر وصائر الصحابه على ذلك صلاة يوحي كدن بيو ودن بوا توابع اسلامكم مركو اصحو اي ايغونا اصحان شاتينكم كو اصحين صلاة كاسح ميس قوليها مركا صلاة وشرط لصحة الصلاة الاسلام يدبا هلكا كفشل ما يو اجمع الصحابي خلاف سني صلاة ماها شرط لصحة الاسلام ابتداء اي وشرط لاستمرارية الاسلام وليها دم عاصنو جوا كخل دم هوشا او لي من مذهب جديدة او وح اسلام وقبتشرين شاتينكم مركي كوسو نظام الاسلام كلغو حكومه يا لغا لغو بالله يا صلاه الله ايمو لان الصلاه محي كو اصحدا ايمان ايمان كو اصح ان صلاه اصح ميس هدي لا يراهو ايمان كون اصح ما يا صلاه كو اصح ما حق دون هي دور كي باطل كاي سبق اها وممتنع الصلاه لا تصح الا بالاسلام باطل والاسلام لا يصح الا بالصلاه هذا ايه حقيقة نوض دار مرقوا هاي وين إسلام كوسقنا دارت إسلام حكوسقنا نية شاتينكي بعد هابو إيمان يا وحكة الوردم هوج قديت سكال الله إيمان شيخ عرف إن الصلاة والزكاة من حق أي من لوازم وتوابعها كما قال الصديق لعمر وافقه عمر وصائر الصحابة على ذلك سيدنا أبو بكر هوش سوى إسك معلوم ويا آثار فربضنا هوش حكوسا بسن يقاب قديت كدين كويو يجرينا النبي شيبة مصن عبد الرزاق يو إيه نصر المروزي ويكوك يعني تعظيم كمركة كوسي مشغولين ما عمر با كميد عمر سو خلافة ديسي قبلو قبليه فقفقا عراق كميدا ما نوحا لسكوقا بالصدي بشي شوال عرقتي دي با لغو مرم لبو داد با كمرا كعيا نقع عيدا بشي عرقم عمر با لوس وقري وراق نمانك با لغو وريري وحيو لبضا اني مسلم لبضا اني شاقي بشي اني اركي ويدبوري فإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أقبل شهاده مسلمين تنأفري بوري محكوس إسلامي شاتين كطريقة النبي محمد وكو إسلامي جري وآثر صحيح أصغونا قصي مشكو وحكوي من عثمان نفس القضية أصغونا وكو ذي إمكي مرتدين تا إربنا حنيف حكمك الله شيء إنا يولي بقايات كتيرا
محو يري اسلامك او يري شهاده الله او يري محمد رسول الله او يري هدي اقبلان حقنا اي كبر نقدان مسيلمه اسلامه وحكومه وحي ديدنا دلبور عبد الله مسعود باقضيه اوكي اثرك دلاله غرنيسان اذا محو شرطيي وحل سو دعويه ولي وحان هينا قولي اسلام شيغانيا marka laga kala dareerana masaajidka qaybta dambe ku daraasiya diintii mu'taqadki musaylima al-kadhdhab quraanki sina akhrinay quraan sheydaanka akhrinay wala soo qabto way qirte maxaan ku islaamina shahaadeen ku qabto bar maxaa u raaysan inay ka baran noqdan kufrigan cusub ay la yimaadeen intii yeeshay wala siiday intii diideen qorta la qaaday wala siidina ali khilaafadiisi niman reebani najiloorin jiray oo waagor nasaara ah badib u ridoobay qayb kamida ciidan buu diray rag saxaaba ay la socdeen buu diray waxana kamid aha abu tufayl ba kamida rag ciidanka la socday waxa nicma macqil ibn salim as-sulam al-urajri ba kamida markii la tagay gobolki ay ridadu ka dhacday dadkii korkal kama qabanay sidana cali iyo ciidankiisi waa la isku yeeray waraystu yiri waddanku maxaad ahaydeen waxaan anagu nasaaran ahayn waan islaanay xaqna ma na ridoobin xaq u baxalay intii nadinku نصارى هانجرتين واسلامتين وحردان ميدا كل عينها صعوده حق تساقا قل يا كلا وحيد هذيك محاضه هذين بان لي وحيد انو اسلام كان سو قال لي ما نكبحن بس سيدي وانا اوجو جرا حق ويستاقا ينكو الا يري قل لي صدح محيد هذي وحيد انو نصارى ما هي وان اسلام كدي من الدين كي نصارين كصبحين مدو فيرنا وحاب انو قاني نصرانيتي اني كفي عيني islaanka dibaan ugu noqonay oo maxaa tin hadda nasaaraanahay kan oo leh hawshaayada mayda way murmeen xali wuxuu yiri waa idin baaqaya markan madax xoqdo nimanka loo xiro sayidina ali ayuu fadhiyo murmahay iyo sayidina ali madax xoqdo kulli waa la baabii wa qulihi yidi kan noqon mayna nasaarnimadi qulay waxay dhahayn annagu islaamki aan soo galay baan wali ku joognaa nasaaran ahaan jiray waan islaam maan ridoobin qolina waxay dhahay qolisa dhaxad baan ka qalday waxay dhahay ayagu anagu maan islaamin booligan nasaaran ahay jizya bixiya la yiri idinku jizya iska bixiya kuwana muslimiin baa tihiin kuwii kalena dusha sayidina cali muusan ka qabanin wixii meesha riddaa ka dhacday qabaad ridda isku xaabqaada isku jabiya libax mariya murada ku sii daya oo tafsiilka iyo darada khawaarij dadku maanta ka wadaan shaqo kumaan saxaabada bari way ka ahay ninkii islaam sheegta may gaalimanaysan ku ogeyn maysan imtixaan jirin baraana maysan ka dilbi jirin maysan qudqud jirin la sayidina abu bakar umar uthman ali sidaas ay ahay ninkii ay gaalnimo khaas ku ogeyeen xaqna islaanimo sheeganaya waxay odhan jireen gaalnimadan ka toobadkeen laana murtad ka muntasib ka ama murtad ka muntasib ka ahayn dinka loogu yeeri meel baabi ladi kharaja minhu albaabku qabaxayn baa looga yeeri idan salaadi buu diidan yahay dhihmayna ashaadada ku mashruuli magna waa shaata uu soma uu xajiya uu cumraysta quraanka jalaadiyo akhriya taa ku mashquul waxaan leenahay salaadii baan kugu haysanay tuku muranku tanu ka taagan yahay tanu ka toobadke almurtad yudca ila alislaam min albaab alladhi kharaja minhu aw anhu sidaasay saxaabaduna hawsha ku dhameeyaan wax khilaafana hawshaasi kama oogin ijmaaca قضيه انك شهادتك اللي مات اما التفصيل كحنفيه هل لقليو اما يا لقلينني ان اسلام لو حكم لانه هو تفصيل في معنى شهادتين ماها وصف كبحسن شهادتك ما وحسو غري اجماع ان رغو هري اجماع سو غري اسحاق بن راويه سو غري او دنت 238 هجره امام اسحاق بن راويه ده صاحب المسند وحا نقلق سو غوري وذاتك خلال أبو بكر الخلال كتابك سأل ملل بكو سو غوري بسند جيد وحا سو غوري عثمان بن سعيد الدارمي في كتابي الرد على بشر المريسة أصونا وحود انت لا بقول إيسي ديتنك وحا سو غوري حمد نصر المروزي لا بقول إيسا غاشن أفرت دنتي وأعلم الناس بالخلافي والإجماع اللي داد وحا سو غوري أبو العباس أحمد عمر بن سوريج الشافعي الثاني عند الشافعية وصدح بقول اللي حتك جريودي ابن منذر باسو غوريي 318 ابو بكر الجساس 307 ابو الحسين القدوري وحنفي اسغونا 400 دنتي ابن حزم الزهري ادبو على العليا سو 400 دنتي عبد الملك الجويني امام الحرمين لو يقان اسغونا 400 دنتي
ابن عرب القاضي واسوق هذا هو شو شرحي واسنا واجر شنب ولا فرتني صدح ذي بجريودي قرافي لحب قصيدتني أفر ابن تيمية ومرة دورة كل شيء جماعة ولي بقى هذا شرحي قضية ضع يضع وتقرس الشيخ حلو يقول أنت تطبق لغتني سديت ابن قيم الجوزية أسونا تطبق كنت ليكم ابن رجب صدح طبعا عالم بان يدين شيء صدح طبعا عالم ومن شط الطوائف نين مذهب لي نمان لهاي نين ظاهري نين حنفي ويسكون راعين ويسكون راعين شاتينكو إن لغو الصوق ولا إسلامك أما تفصيلها لقلي أميا لقليني كلي وحسكو خلاف سيين تفصيلك تفصيلك من راهوية من منذر واعتباريين وخلافك مكي كهلين إجماع وأجمعوا واختلفوا بيك لقادل أحمد حنبل وحلوا باطل وركع السقا واختلفوا مجري إجمعوا الأمة ويقضيته وانا بدعه وحا ادوضان معنا يعبر احمد كسو اجمع عرف كان كله فن حوجه ذا مركه حوجه ذا اجمع سلف الامه صحابيه تابعين سلف بوجه ذا من دك الاحمد معتبرين جرين وذا دي عصري يساه خلاف كذا ما كان يعتبره وذا دي لانه لا يساق قرني يساه ام هسوق على مركه ام عصري زهران سبارن تاني خلاف كذا معتبرين جرين حتى خلاف الشافعي موسى اعتبرين جرين احمد خلاف مالك ثوري أوزاعي رقى عصر قرن اللباد انتي خلاف كذا معتبر انتري خلاف كذا تيسا معتبر كوا خلاف الصحابة والتابعين بيحي كدن بيي رقس يقانا انه اسلاعك بو أحمد آمن سنة انت وحادير أصحاب الحديث معتباريان بخلاف أبي حنيفة ومن معه أبو حنيفي أبو يوسف القاضي محاسن الشيباني عيدا ك حسم زياد اللؤلؤي زفر شقل بكم لها أهل الرأي بأي قانان إنما كان الدين لو يدين ما يورر يورها لو يدين تاغي قد يضع مركا إنما كان حنفيضو هالدين لإلزامي التكفير بالمآل للي مادو كفر بها لإلزامين كرا لكن التفصيل كان كقمنا تكفير بالمال ودوكتي حقيقة كفر كيمانية وضد الإسلام كله قصوا قليه يو حيكار ديجين طريق يحكم أخذوا عيا أو لصعدة كل بع عصر جيس بدل كيسة لأن ديع أو كل بدن كيدون لول حين يلو تشيفين يكدي جاي حلا أبو بكر هذا وحس بدل يمادو ولا سبدله وين عضين دونا إن سبدل الحكم حرية وحيو إذا ذين هدي هدي نمنكم سبدلان أنا وما سلب بدلينا كتابين هذا دون كتجوا هذا قرشي وحق بدلان أنا وما راعينا شريعة ذي وحكي كدي جن أصل كم مقطوعها طريق الدخول أي أصل الدين أي وضدي نمح اللي قد نقول شرحيه وعدي وحكرني قال تابع لاختلاف الأعصار والأزمان والأحوال والأزمنة والأشخاص وأنا بلية بلية إذا هل كانوا حكسوا قال يقول لي علمانيين تأدون كما أنت تجوغي وراني هي شريعة النبي محمد واقي نبي قلت شوغي أدونك نبضى آية خرج وإسكي راية نوازوش إسكي رايين مصلحة يا أهيد للعصر وصالحة له يا أهيد أما هذا أولا لقلي طفرة تكنولوجيا لقلي ثقافية عسكرية علمية اجتماعية أدون كرم بإصلاح وشي شريعة كمان في الليل وإن لك يا مسكح كولو أدون كالغو قنعي نفس القضية وي. وطريق علماني وزندق زندقاي كسو بوديس طريقة ماشي مرك التغير كايد تبدل كاي حنفيه القليين باقدرا ماشي قوليها قاركم ما انت القليين العلم العلمانيه الجزئيه شامله يدو وحلقاها اللي كرمها العلمانيه الجزئيه شامله ذكر بايدين كلا قضيه الى الدار كن قن ما ياد قضيه دا مرك اد اسكا الى لي مساله كلا نقول بنو مهم جدا او لو خلدمه وذا دبا بلان كو خلدمه هدان سو شرحني قضية الحكم على الناس إسلاما وطريق واحدة اسمنا بدليه كتاب يصنع عدي يجمع سلف الأمة عدي اعتبار كان كينية اعتبار كان كينية اعتباركم حوية هاي شيء هل مران للي من كرين وإن لو سمي فرو هذه وقاعدة فطرية وي شيء هل مران للي من كرين إسلام هو محي وحقيقة مركبة هل مران والله من كرتها إسلام داري الضبو هل ساعة لم يمن كرتي شيء النوع يساء بهسا وحلو سمعية فطرة وعقلا وشعب حلو سمعية
فرعاد كو بلوودو بدايه ميل لغا بلابو سعود كو وا مخي وا شي مسلسل مخولهي مخ كبلودا تلابو كبلودا بيوه وا شي بد مخي كبلودان دبع اسلامكم برهدو بديه مخ كبلودا دبع بكبلودا دبع دو كبلابن هينا وا شاتين marka kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca iyo i'tibaarka keenaya in fura sharciyada loo sameeyo aan isbedelaynin ila qiyaamii saaca oo la yiraahdo islaamku waxaan ku soo galeena waxay ku soo galeen asxaabu muhammad waxaan ku soo galeena waxay muslimiintu ku soo galeen fi'adul khulafa'ir rashidin adey baashu laakin qoto fasidun ha loo dhigo diintiba fariisan meesha goormaynu ku heshiina ayadi qadiyada asmarka waxaan raacinayna mas'ala muhiim ah lagu khaldama jira النطق بشاتين بإجماع كويمت لكن نيك إسلام كسوق قالي إشاتين كمت كمدة ليما دلّا بدو عن الله إيمانين متى النبي يقول رسول نبي وقري أما لا إله إلا الله بس يجري نيك محاو حكم ومسألة خلافية خلاف كمسألة كتشرة أي وحي الربان خوارج العصر يقول يا حراق صدر النقان إنا يكو خلطما يدهان وحانها إنانين شاتين كلي يمدن لو حكمين اسلامي وايد بدرو محل اجماع محوها شاتين كسي دميست نينكي اول ييمد لكن نيكي ميد كميد لا ييمد بحث با كو جرو لا اله الا الله بس شيطان اله هذا كلمه التوحيد تستلزم والسكو هيا اشهاده بالرساله مثلا وحال محمد رسول الله اشهاده بالرساله هل تستلزم أشهد لله بالتوحيد ومسألة خلافية لكن سيد صحيح رواه محاي ولابد من التلفظ بالشهادتين لابد وإن الله تماطه أما وحلا معناه وإنك سوشيغن اللفظ يقول أنه الشرط أهي طوان سوشيغن قضية أسمارك خلاف باكتشرة من حزم المراتب وحلوا واختلفوا في إقرار بشهادة التوحيد ونبوة محمد هل يلزمه بذلك الإسلام أم لا ابن قيم حراسه وقد اختلف أئمة الإسلام في الكافر إذا قال أشهد أن محمد الرسول ولم يزد هل يحكم بإسلامي بذلك على ثلاث أقوال وهي ثلاث روايات عن الإمام أحمد إحدها عفوا يحكم بإسلامي بذلك محايا إلو عليين أشهد بالرسالة محمد محاقون من محمد الرسول الله ذات جلي محمد والرسول كإلهي إذا إلهنا وقتين إليه واطر طيبة محمد وحده ورسولك إلهي صوت دري هذا إلهي وقلاتي محمد وقلاتي إسراع بيدين مسلم باطا وأنا سيد الله بدايا والثانية لا يحكم بإسلام حتى يأتي بشهادة أن لا إله إلا الله وذا داقبة والثالثة وأن تفصيلنا بيدين إذا كان مقرا بالتوحيد حكم بإسلامه وإن لم يكن مقرا بالتوحيد لم يحكم بإسلامه حتى يأتي به مركزه وهذا ليس وليس هذا موضوع استفتاء المسألة وإنما أشرنا إليه إشارات مقيم مركزه كذا زادك ما لبضم بكو عدي مسألة خلافها يمد إجماع غوك لصارا سان لغو خلدمين إجماعي ذا محوكيري ولو قال كافن لا إله إلا الله محمد الرسول الله كان مسلما بالاتفاق أرانا محوك زويري واختلفوا محايا لتنمحو إجماع زوغوري وإنما يسترانتي ولو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله كان مسلما بالاتفاق وحكلوا يقولوا وأجمع المسلمون على أن الكافر إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد دخل في الإسلام وشهد شهادة الحق هران وحكوا الكتاب كله واختلف أئمة الإسلام في الكافر إذا اقتصر على الشهادة بالرسالة يعني ماشي خلاف كجري ماشي إجمع وين أنكلفان أظن محل الخلاف يقدر أن حج في محل الإجماع أو شيء نذفانتن بيلات كسر نقن ماي وحيابا لغو خلدمي أدلو سوقروا حكمين ابن حجر لهيت العسقلاني في الحباري قمركم مري يوحكاها اللي قضية ده هده هيد ننكي شهادة توحيد بس كو قابصده إن لا إيمان الشهادة بالرسالة لمحمد أما كو قابصده الشهادة بالرسالة لمحمد شهادة توحيدنا الله إيمان بوكاها اللي حديث شرع حلو فيه منع قتل من قال لا إله إلا الله ولو لم يزد عليها لا إله بس يلو حنكم مضرين إن لدلي نبا كجر حديثك وهو كذلك وأنا سيدا سوي لما طابنكر لا إله إلا الله وحيد ديدي سوي منعنا سدي قاذي لقمنا طابنكر
لكن حور لكن هل يصير بس هل يصير بمجرد ذلك مسلما؟ الراجح لا ساسير وركيس انت مسلم كن قنيا الراجح لا بل يجب الكف عن قتل حتى يختبر فان شهد بالرساله حقا الله محل خلاف كي بقوصه شيء فان شهد بالرساله والتزم احكام الاسلام حكما باسلامه والى ذلك الاشاره بالاستثناء بقوله الا بحق الاسلام بحثك مركوس ابسن يا بحثك خلاف قاوي نكو قابصدي شاتينك لبدي قبل قيب كامدا اما توحيدك اما رسالتي نكي اسراعيي كما جرى وح خلافه خلافك كجرى وحوها التفصيل في معنى شاه تفصيل كحديث كاي لي مدى حنفيه لي ماده مركا لو حكاها الله ايات ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام أو السلام لست مؤمنا أيضا دليل على أن من أظهر شيئا من علامات الإسلام لم يحل دمه حتى يختبر أمره لأن السلام تحية المسلمين وكانت تحيتهم في الجاهلية بخلاف ذلك فكانت هذه علامة تفسير أيضا وذكرنا إذاني لمن ألقى إليكم السلام هذه اللي هو سلانتي سلانتنا معها علة الإسلام ودليل الإسلام وأما رؤية صمدية أستان إسلام كاللغو قرتوية ما أهين طريقية ودلغو سوغلو إسلام شيء اللغو سوغلي إسلام هو باب عبد ولا تشيحوي لكن روح الإسلام أستامو يشاه أستامو إنو قوني أجري سلام با إنو قوني قرد لربح إنو قوني أهانجري إن لغو قدو هنشف كل إسكي قوي بلقتا أسلام إنو هانجرتي إن عرض الله علامه يقول لك قدودية مسلمين تقوى هانترتي وادم بي قوليه عراق لك جو درم المدو إلا حدا أستامه هانتر تلوه قرنتري وحيابها أمارات الإسلام بالي أستام علامات الإسلام إيه ما أها علة الإسلام ما أي مرك قراءة السلام وتحييدي أما قراءة السلام لمن ألقى إليكم السلام أي الإنقيادة هقان سنوي هوغانسن كونو خو كدحي كرو اسلام خو مسس هوغانسن ان ما مسلمين او قالو وي هوغانسن ولي جيزه لغا قادا هيو وي هوغانسن لكن اسلام كي قدغي سروح لي ما دو شهاتين كي لي ما دو مورن باسو كوم جيرو و خو مركو عبادك و خو يري قضيه مو كهلهايي ولا يلزم من الذي ذكرته او نينكي لو اركي سلان اسلام اما علامات اسلام ان اسلام لو حكومه كما لازم يسو إن إسلام أن حكمه من اقتصر على ذلك وإجراء أحكام المسلمين عليه بل لا بد من التلفظ بالشهادتين بل لا بد من التلفظ بالشهادتين على تفاصيل في ذلك بين أهل الكتاب وغيرهم تفصيلكم حكوشة يا حنفية المسلمين تكلوا الحيادين تلمامي في عبارك مركيا لغو خلدمين هذا كحفن حجر قليها قاتوين كبر على قطوين كهو قادين وطلع حافظكم حكاها الله يا نكو قاب صدي شهادة لبدي ترمت كمية أكو قاب صدي وأنا بحث خلاف إكاس إجماع المحكوم يمت لبدي الروح اللي يمت إن إسلام الله يحكم وواجب نقول يحكم ويانا بعد قيام الحجة عليه وكافر شي حسين ذاك لقات شهادتين كنك اللي ما الإسلام هدي الله يحكم ويو بعد قيام الحجة عليه وحلين هاي كافر باتا إذن لكن خلاف حكو جرا مد كم إذن حكو كابسة رسالة أما توحيد حكو كابسة صواب كونا وحاوة من حيث الدليل نيك النبي محمد رسالة أقرة يعني وحكو له حمان لقوه وقين إن إسلام له حكومة راجعة معايا إلى توحيدك وغسطه وكغن عميسية قد يضع سمر كينان براروشي وارب وحايسو هاري أبو حنيف وركي سيحنا فيه وحاب الله الشيغي إن يكتوبت كينان ورك حماية أها تفصيل كي شرط براءة آهين لقبر النقضه من كل دين سوى الإسلام با شرط أمرك الإسلام كله سوق لي حبو عرف أنه كان نقضي بو سوق لي وذات كي أبو الفضل الموصلي وحوري ولو قال أنا مسلم كان أبو حنيفة يقول قديما لا يكون مسلم حتى يتبرأ ثم رجع وقال ذلك إسلام منه الاختيار لتعليل المختار مجلد كأفراد بقول إيه كنت انصف هذا وأنا كتاب معتمد عند الحنفي إذا شبهة تمد بقول كأها شرد قد رأي براءة ومالك عسكضان قوليها منحرفين تأه
أبو حنيف وكلاب طيبة وأقول براء وشردي جري هذا حلو حوا كفلا روحين وياه أنا مسلم بانا هي ما أشهد أن لا إله إلا الله كفلا براء شرط ما ولو قال إني مسلم كان أبو حنيفة يقول لا يكون مسلم حتى يتبرع يعني من كل دين سوى الإسلام ثم رجع وقال ذلك إسلاما منه قيبت أسمرك وإلى فانت إلى فانت بلا طاي ملحوظة لبعض مهمة حنفيد وحيليه نين كان براءه وشرطين إن أفضل شيء لدى بتاعنا هاي وقال ككتابك أما يهودك أما نصراني قوص نول مسلمين تقول عن نول إي جزيطة بحية إي رمقال نين كاوي لكن قال كتشوغ في دار حرب هدو أشاهد ومسلم قال كان لدى قال بين يهودك أما نصراني مركان سيافة كوقب أن هدو أشاهد ومسلم بيديه عند الحرب هدو أشاهد لا تفصيل بيديه وفي دار الحرب لا تفصيل تفصيل حقيقة قلنا زنكلية وكتابك مخالد كأهل المسلمين بلاد المسلمين تكون نور القاس يكون صوروريين ابن همام الحنفي ابن همام الحنفي وفحو قدير كحولي مجلد كل حد سبعة وتضباطنات هذا موقف برادة من الأديان هذا في من بين أظهرنا منهم وأما من في دار الحرب لو حمل عليهم مسلم السيف فقال محمد رسول الله فهو مسلم محمد الرسول الله بس يلوى مسلم بولي نينك للدك اللامي أو قال دخلت في دين الإسلام أو في دين محمد فهو دليل إسلامه فكيف إذا أتى بالشهادتين بولي مت كم يدوكو إسلامها يابا نينك دار حرب نشوغة أما الدقال نقرد حيو أيد محمد الرسول الله أما مسلم بان أيد هذا أما دين تحقيد بان سوق على أيد هذا أما إسلام كمان سوق على وحولي لأن في ذلك الوقت ضيق بولي أما ضيقاً باكوتشيرا حلي قال إنه وحلا تفصيل صدق كما قانوري إنك ما محمد رسول الله ميدي سيدا مسلم ويا كد من هذا وشرع يوعي لابا أنا أرقمه وقوله إنما أراد به الإسلام الذي يدفع عنه القتل حاضرا فيحمل عليه ويحكم به بمجرد ذلك فلو ارتد بعد ذلك قتلناه ردة محمد رسول الله بيقول الإسلام نحكمنا هذا نور ردة الودلية أو شايد أمرك وحان ربا وحيرنا نقدر الكلية واختم يقرب ماذا من سوى حبايد ما وارك حنفيدا إذن تلمامي أها إن قد يدنا يكون لسانتهاي عرفي عادة ربائنا ونقل إذن كسي كلية أفضل ما شكتمد ابن عابدين الحنفي وحور ما نقله علماؤنا علماء يدو وحي سوقوريين وإن لك لقاذ كتابيين تي مشركين تلقاذ فهو مبني على ما كان في زمانهم وفي بلادهم وحاصله يرجع إلى تغير العرف والزمان وحاصله يرجع إلى تغير العرف والزمان البحر الرائق كفيري مجلد كشنات صفحة سيديتنات ابن جمل الحنفي المصري أصله حوري وأما اليهودي والنصراني فكان إسلامهم في زمن عليه الصلاة والسلام بالشهادتين لأنهم كانوا ينكرون رسالة النبي عليه الصلاة والسلام وخطأ وأيجا جيب كذا يجا سميزانية إنكار كائن لوتري النصاري يهود لوتري سلم لها عرى أما اليوم ببلاد العراقي فلا يحكم بإسلامه بهما أي بشهادتين ما لم يقل تبرأتم عن ديني ودخلت في دين الإسلام لأنهم كانوا يقولون عفوا لأنهم يقولون إنه أرسل إلى العرب والعجم لا إلى بني إسرائيل كذلك صرح به محمد رحمه الله تعالى محمد قال الله يا نواب ذاتك حسن الشيباني ها. إذن نقوشا محاكو جرا وحيكو قيرين سعاد وقيرين إن النبي خلافين وسنة أي خلافين أيها قيرين هيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين بالقرآن كو أرك جرتين أيها هذا سابق موضنا وحنو جدا استشهاد من كوضا واي محايا لي وحيليه نحلق النبي محمد إسلام وحيكو سوقري جن يهودي النصارى شهاتين كي كسو قلي جريان بيدي لكن ما تكون مسو قليان وحي قران ليان إني أقص دين إني خلافان سنة طريق النبي محمد لكن قيل بشيغان ايا عذر دار مخالفة سنة وحي كو عذر دارتين عرفي باس بدلي عادي باس بدشي طريق الدخول في الإسلام وحي كدقين طريق مخالفة كي النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحي كدقين مسألة وقت وعادة وعرف بعليين باختلاف الأعصار والأزمان ومشكله كد من أهل كتابك يكب بين أبورتنا وعيد هذين حلق النبي محمد
رسالة النبي قدام بإنكري جرين خاصة وعامة وإنكري جرين وأنا بين ورقة أسقى وصل ملها ابن قيم وحوي المرق قد يدك الله زاد وحوك يعني قليه رهنا جان النبي أنتوا إيه ما دين النصارى هاي قيمنا إسلام قيمنا أنت الله ضد المبهلة وأنتم من الله قال كدمنا أي كلفريين أو قال هذا يعني وحب حيان وجزب حيان وتعليق حلو وأهل الكتابين وأهل الكتاب يهودي النصارى مجمعون على أن النبي يخرج في آخر الزمان وهم ينتظرونه ولا يشك علماؤهم علماء اليهود والنصارى أولا في أنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب أهل سير المغزوية قانان تاريخ الأخرية سنن كفيرية مساند كفيرية مشرك نمك الكتابين ده حلق النبي محمد بضم كذوي وقايين رسول كونوا هاي حق وحي عرب الله صدري لكن أنا أقول حنسوي النبي إسرائيل هو اللي قد بفرد أيوتين قليل النبي يقول لحب جوده الله ضد النصارى أو رأي من يدعى ويمت يرهي النجران وحب يكون أنا إسلام كهذا المسلمين بأن هاي ورطاو المسلمين أين بالنبي يقول هذا فكرة دمرك يا حنفي وحكور لسان ولي قد بيسوجرت لكن نبي ما اعتبارين لأنه حدي احتمال كي وحال اعتباري قاعدة قاعدة مطردة من نقونيس وحن نقون قاعدة أخذ على قلبه اسبدل كعرف نبي هو شهر مرة به ومن خصائص الشريعة الإسلامية الضبط والتحديد وإن مسلمين تلوجه هل وضيقوا دينك اللي قسوا قليه سيدا يوجه حانتها وضي دينك كقبحة بن آدم كمرقي آفوبان في النوبان وحولي شيخ وإنما يمنعهم من الدخول في الإسلام رئاستهم على قومهم وخضوعهم أو خضوعهم لهم وما ينالونه من وما ينالونه منهم من المأكل والمال والجاه انت ان بودي علماء يهودي النصارى شيك كما قبان رسولك اللي سوق انه يهي محمد عبد الله بن عبد المطلب لكن رئاسك لي مانع كلا قومي قد يضا مرك وين اد ياد لسكو اوغاد عرقد بينا طريق رسول النبي صلى الله عليه وسلم اوجلعيو انه سهل وضد الاسلام لو سو غليو مرك قاركود شرط فاسد يسلم كو اقبل جري يصح الإسلام مع شرط فاسد حنابلة وين قص حيي أحمد مسند مسند كذا حديث هو كان يبو حجيزتي إذن نبى ورنا نبى الله ونا إسلام الربا هاي إسلام كبار الله شرحي علي شهاتين كوي صلاة على قربا نبى وحوري شهاتين كوا الله من صلاة وان تكن لكن لبس أنك تكنية لبس هذا بس أنك إسلامي نحول ورتا الشهادة لبس هذا تكو إسلام كبوك أقبله نبى وحيوان إسلامي لكن إذا كان ما بحين إن من الجهاد إن أنو جاتك والقول ماذا والقول قبل ما أقول يا وين أصيق هذا كإيمان جاتك ما تجر مدك الزكنة بحين من أنو حول صوك حين من نبى حوري هرت إسلام صوك على جاتة وأيضا كي يلاي نبى وحور نبى قول إسلام من كاسول وان إسلام هيا لكن وان نعبة إسلامك أجدني كاريها وان لبسنا يا لكن لبسبب النبي وحول أشهاده إسلام كإن لا تعلاه ولا أقبله ومحبض معي شرط شرط لصحة الإسلام الحقيقي ما لكن شرط لصحة الإسلام الحكمي ما إسلام كحكم جاء وكو أصحى هيا كره هذا أول شيء كذي نعيب كهده مك كصوف بعضه بعدما نطق بالشهادتين مك هده كصوف بعضهم كل حساب تمينا قد يدى صدام بمركة تعليق ابن قيم مركز عفو من رجب وحويري أحمد وحورن شريب إذا أسلم على يصلي صلاتين يقبل منه فإذا دخل يؤمر بالصلوات الخمس إسلام فاسد وكو أصحها يا والله إيمان مركو أشياء تحان لنا متكتي عصري متكتي صبحها صدح كلام عن كاربنا إيه هدور دو حالي مرتد باتا وهذا محايز ريزين وانكون سن سنين عن لنا هرت مر سوق المورضة لقد جيزن ما لو الدين ما هي الشهادتين كلا إما ولا أوران شن تسألنا الله بكتك ويا هاي وسوق بيستي عديان كشري تما بانك جابين ناي سات ونوت محلي أنا يصلح كارل قاربة وبلنتا وبلنتا مجد إسلامكم ما كلا هرو ادخلوا في سلمي كافة أما ولو دلي أما هو شهاد بالله ضي سيوت سيوت ولا ما يستر هدمني بادي هلا يدل نسأل هذه قريب كبر الله بي ميادي هلا يدور وطريقة وهي لغو سياسيين هيو ده كان لغو تعليسين هيو إسلام كان يسوق قلاد استمرارية الله هلا هي
هولها أنا فروع ده أنا محيها هين شرط وصحة ما هين وحيها هين شرط الدوام بقى هين شرط الدوام بقى هين كليا وحي شرط الدوام وحلينا هيرطة وأن كادين الناي لا يمو شرط صحيحه وأن نطق بشهادتينا كدي من أنت لقش على الله يمو هردون حلينا هوش مسيو ودي مسقورته لقو قاد هيا أحمد بازيد أوفى سيروا رنتي سوى فسره بصح بس الذي يقول ضم بيسا إن كعب حي فدجان وإن لك على قاد قاعدة مهم جدا الفرق بين الشعائر والأمارات ويكون خل دمان خوارج العصر رجبا باكو خل دما أمارات الإسلام هي شعائر الإسلام الظاهرة ويكل الدوينهين شعائر الظاهرة وحن كوضنا وقضايات كأو الشريعة الإسلام ككوحد لي إنك لقوا أركو شرع وحكم إنه مسلم ياي النطق بالشهادتين صلاة بوتوكان يا آذانك مسلم بانا هي بري إن مسلم سجود إسلام خاص كو أهيد خصائص الإسلام بوليمة روح حتى حجنا الله كدو خصائص الإسلام قاب كأنه واحد جنو حتى ضنه لو زدك كذا قاب كان أبحن الروح أبحن أيه أننا أرقى سوى الشهادين مسلم الحكومة هنا أرقى أفرتن كابو النيف كبحية لو دي صدن كايدنا نيف بكديبا هي ديري شنطة أنا نيف بكديبا لعقتم مكي لو بقول قادة طوب انتفاف بكبحية لو أتك الدينار روح كبحية طوب انتفاف سيدا يا مسلم تقول زكيان بوحو التزامي مقادير الزكاة ضدك الله سين لها مصاريف تسديها تسفي بودي بايا وقتك بالتزامة ينكم على نحو ليمن شعيرة خاص كوة مسلمين تكيفية ذا كم كذا مقدار كذا ضدك الله سين إذن مسائل كأي صفات كأي تلمامها هي أوصاف شرعة حكم الإسلام أي كحد محلوية قالنا الشعائر اسمه بدل شو من بعث محمد إلى قيام سوحين غنيسة شعائر لغو قرط الروح المسلم كإسلام لغو حكمه إلى اللعقان أيه قال لمديس أما أمارات الإسلام وامحي علامات الإسلام ضدك المسلمين تا إسلام كقاتل السوم هي سلادة هي حجين هي الشهادان هي علامات لغو أركي ويقول دقنا يكدكتين والشرعة أما هو أمانتي أما إيقو بإسكو قوان صدي حكم إذا إن در مدو لحده إن قرك لسيد دايو إن ليس قدو إن لعلانتو إرادة لعلامو علامات نمحلو يقنا أمارات المسلمين أمارات الإسلام سيما بالي فقه هي أنا والي دادا علامات نوالي دادا مدى أيضا مركا إنك خاص نغطة هاي مبالغو حكم إسلامي وإيس بدلان هذا اللي هو داقو نصاري مسلمين فاملو داقو نصاري قرك يسيد ديستان متر إرادة إعلانتان ويسجدان وحن حرنا يحدان وحن نقطة على مدى أستانتي مشتركين نقطة اختصاص مجرو أماراتك وحال اعتبارية أو إسلامي اللغوي حكومي عند الاختصاص عند اختصاصها بالمسلمين مركا المسلمين دقوني كوتا هاي لأن أمارات شرط قد وحاكم ذا شرط الأمارة أو العلامة أو الهيئة أو السيمة وامعي والاختصاص فإذا بطل الاختصاص وحصل الاشتراك بطل الاعتبار بالليلة ذا هدي لو ذاكو ونقول إنه نقوم ويدو إلا اعتبارية ويبريسة تصالك قابن قيل أنك سمت بولي كينو سمت قونو بوليها كريه بلا سمت كلو بوليها كو كرانا سمت كلو بوليها قيل أنه سمت سمتنا محلك رسوعي هبا سمت محلو دكتا يأستاما الله سمع يستعين لغو كلا سوعو للتمييز هذه مركة أمارات كهلا وذاقه وإذا تقولون وذاقان قال يا مسلم بالله ما اعتباري محلون نقول مركة شعائر تبالوك لبحايا إذن أمارات كاسي ومحي وعلامات الإسلام وحين أمضى أنفع ذا وإسلام كو أنفع ذا مركة يقولون نقطها إلا وذاقين أما شعائرته ننك اللي وقركه بمجردها ميش ودونها تشيقه تل أبيب هفردي محلو حكمها يا إسلام نمو. ولي كما هالنية قال مكو أكتر. شيخ عبد الله هادك دقي. ولي ما قال ينفصل كوباد بين كتيرة. إيه محاور روح إسلام لو أقول حكومة ولي كتيرة فصل كلا بعدين قال هادك دقي. إمارات إمارات
إشكالك شعيرتكم أي مني؟ مسلمين مشركون تدوي تكذا وحكم من إسلام وحكمينا. مشرك بصلاة تكذا وأنا مسلم. مر كان شركه كوه كان حال قلبه مرتد ارتد عن الدين الإسلامي. وأن بحثك وأن قاري دونا. محايا لي شعائر أيضا مشتركة أول لو ذاك والنبي الإسلامي حكومة هي ذاتك ولا تشوي. بحثك مركا إنا وأن قاري دونا هسو صهر مننا. محايا لحلق نبي محمد شعائرته مشتركة هي المنافقين باستعمالي. منافقين باستعمالي وأكثرهم كانوا مشركين. منافقين تحلق نبي محمد مشركين باين بضنكود. أحمد باوش عرب كل شيء حافن حجر با كل شيء. قد يدا مركا لغو مشغول ماي نينكا اذن قال لي مكو اغين الشعير اكو اركته ومسلم نينكا اذن قال لي مكو اغين اذ امارة الاسلام كو اركته محن حكومة اينا هدان لو ذاقن ومسلم هدين لو ذاقنا وان ملك هلا اذا تاوي بروتين ملك هلا اذا ناوي بحثي قوان قاري دونا مركا سلوس كو مخلطة هاي قال لي ما هدي اللوغي هاي مرة ماشي مالا وحن كهلا يوام حي وأيضا اللوغين ووح قال لي ما روح أن كو أوغين بوحن كو أرقني شعيرا من شعائر شعائر الإسلام أما أمارة من أمارات الإسلام لا بضع يعني نسخو خلدين وحن ربين كلا فانتان الفرق بين الشعيرة والأمارة والأمارة إذن شعيرة ونفس السبب الحكم الحكم بالإسلام صاب كل سنية هاي أما علة الحكم الإسلام والشعيرة نفسها إيه معها الدليل العلة معها أستان ما إيه ومحي حكم وحنقول حكم الإسلام محي وحكمت حكم كسبب كسبة لغاها لي وأها وتوحيدتي وتكنيسة وآذانتي إن مسلم بالليض هاي لكن مركان كولايا مسلم باتين كو إسلام كوكو حكومة يا أمار محان ليها وحنقول أركي أستان أستاني مسلمين توكلاء قابل لبسك مسلمين وأستان ما هو عن قواركي علة الإسلام علة الإسلام بان قواركي إيه صبب الإسلام بان قواركي إيه ويكلدون تاي علامات الإسلام بان قواركي مسلمين تطلقان كودي وكلام قواركي وطلقان كاس بدلي كرا وهو يحقو أنفعي مركا وقوني نقوية هاي بوكو أنفعي لكن مد كاني ووضع شرعي إلهي روح تكن الإسلام لو حكمه أو شاتين الإسلام لو حكمه وإنه ووضع شرعي إلهي لا يتغير ولا يتبدل إلى قيام الساعة والله بكل الباب متك أنه حد كفيرين مسلمين توادوا قرحير نقضاء وإعلاما وآيان وباش مدوين هيان بس إذا بريان زعوت ولكي لقرن ويقال لدي المسلمين تحق قابل بسكي أستاما مركا يضها وحن آذينا شعائر هي غلبة هي دار كله هي هولا كلا هذه مهينة كم أنفع يسوع أماردي أمر روحي كم أنفع ذا وشرط أي نقطة صوت أما العز كذا عند الاقتصاصي وعدم الاشتراكي فإذا حصل الاشتراك بطل الاعتبار لا بد قد ينسق قص معلوم الحكم بالإسلام معلوم الحكم بالكفر وفرق صوص على جمعها إن شاء الله تعالى بينك قد يدون نود ما سنتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.